كرام، متابعة لأخبار النوب بالعودة إلى الاضطراب الجوي وتساقط الثلوج على عدد من ولايات الوطن، ننتقل بكم الآن إلى ولاية البرج، أين عرفت الولاية تساقطا كثيفا للثلوج صبيحة اليوم الجمعة، مست كل البلديات وتسبب ذلك في غلق عدد من الطرق الوطنية نحو بجاية سكيكدا والبويرة، وعدد من الطرق الولائية ما استوجب تدخل الفرق المشتركة للحماية المدنية والدرك الوطني والأشغال العمومية والبلديات من أجل فك العزلة وفتح المسالك، بالإضافة إلى نقل المرضى والحالة المستعجلة. التغطية لعمر بوكتاية. بالنسبة للطرق عبر الولاية اليوم شهدنا بالنسبة للطريق الوطني رقم 76 المدافع في شقه الرابط بين برج زمورة وقنزات تواجد عناصر الحماية المدنية مرفوقين بالدرك الوطني البلدية الأشغال العمومية لفك العزلة عن هذه المنطقة وفتح الطريق. كذلك بالنسبة للطريق الولائي رقم 42 بين الثنية وتقلعيد كذلك هو صعب المسلك، كذلك بالنسبة للطرق الولائية 43 و44 صعبة المسلك على مستوى الولاية، والطريق الوطني 106 اللي رانا فيه متواجدين حاليا هذا الطريق اللي يربط بين ثنية النصر ومجانة وعاصمة ولاية برج بوريج كذلك يعتبر صعب المسلك، عناصر الحماية المدنية متواجدة على كافة المحاور والطرقات لتقديم الإسعافات للمواطنين. فيما تدخلت بالنسبة للحوادث تاع المرور وتدخلت مصالحنا اليوم لأجل حادث مرور خلف 4 جرحى كذلك تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى برج الغدير.